إسحاق جميل نازح من مدينة الميادين بدير الزور إلى القامشلي، أتقن صناعة المثلجات على الصاج بعد أن شاهدها وتعلمها عبر الأنترنت ليكون أول شخص عمل في هذا المجال، رغبة منه في نقل فن جديد وغريب إلى بلده سوريا. شفت فكرة غريبة أنه كلها مواد طبيعية، مواد فواكه، مواد بروتينات فيها كمان، البندق والكاجو بنحط فيها يعني أنه تطلع طيبة كتير يعني. حبيت طور المصلحة أنه تكون عندنا بوزة غريبة شوي يعني. هي أكثر انتشار هاي بالصين، تايلاند، ألمانيا، تركيا. فبسوريا كانت هي فكرة غريبة يعني أنه لازم تكون عنا يعني. حبيت يعني شجعني فيها، كان فيها عذاب كتير للمكينة لحتى أجت لعنا يعني على سوريا يعني. وعن آلية صناعة هذا النوع من المثلجات قال إسحاق: طبعا هي بشوكولا أو حليب، مواد حليب مكثف وكريمة، مواد كلها طبيعية طبعا. بنحط فيها الموز، الأناناس، الفريز، الكيوي، الفواكه الصيفية بشكل عام والفواكه الشتوية كمان يعني. حتى بالشتاء يعني هي شغالة يعني، ممكن تكون درجة تبريدها بالشتاء أخف من الصيف. البوظة عندنا بتكون سائل، بنحط البوظة ونحط الفواكه عليها يعني المعتادة، فواكه الصيف يعني بشكل عام يعني اللي موجودة يعني فترة الشتاء كمان. نحط السائل تندق مع البندق أو البسكوت أو الكيك يعني النكهات اللي طلب الزبون. المثلجات المصنوعة من المواد الطبيعية كالفواكه والمكسرات لاقت استحساناً ورواجاً كبيراً لدى أهل المنطقة، نظراً لطعمها اللذيذ ومذاقها المختلف عن المثلجات التقليدية. نجي على المحل هون في بوزة جديدة، نوع جديد يعني، وطيبة ما فيها ملونات صناعية، وكل العالم عم تجي لهون، شغلة جديدة يعني أول مرة تصير. المثلجات على الصاج فكرة غريبة من نوعها، أتى بها الشاب إسحاق إلى بلده ليدخل اسمه كتاباً عنوانه السوريون ناجحون وأصحاب أفكار إبداعية وخلاقة، أينما حلوا وارتحلوا.